هذان رجلان جلسا للأكل، أحدهما جعل يأكل بيمينه وسمى الله تعالى عند أكله وحمد الله تعالى عند انتهائه، بماذا اكتسب هذه الآداب؟ بعلمه بالشريعة. الآخر جلس يأكل ما سمى الله على الأكل، وأكل بشماله ولم يحمد الله على عند انتهائه. لماذا؟ لأنه كان جاهلا بآداب الشريعة. إذن فأنت في ضرورة إلى تعلم الشريعة لترفع الجهل عن نفسك. ويذكر أن ابن حزم الظاهري المشهور رحمه الله كان سبب طلبه للعلم أنه دخل ذات يوم المسجد في غير وقت النهي، فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فقال له من في المسجد: قم فصلي ركعتين. فقام فصلى ركعتين، ثم دخل مرة أخرى بعد العصر فصلى ركعتين، فنهاه أهل المسجد وقالوا: لا تصلي ركعتين، هذا وقت نهي. فقال: سبحان الله، إن جلست قلت قم فصل، قم فصل، وإن صليت قلت لا تصلي.